اكتب موضوع عشان يتعمل ويطلع للنور، ده ما كانش في دماغي الاول. ما بقاش الموضوع مجرد حكايه وخلاص. هو مين قالك ان انا هعمل شرير؟ مش هعمل شرير فعلا. دي اول تجربه تطلع للنور. يعني انا غاوي من زمان، بحب افكر كتير قوي في شكل مواضيع يعني، بس ما كنتش يعني حكايه الاحتراف ان انا اكتب موضوع عشان يتعمل ويطلع للنور، ده ما كانش في دماغي الاول. بس لقيت ان المواضيع اللي انا بكتبها لما بحكيها لحد يقول لي الموضوع ده حلو يعني. فالوجه الاخر لما جيت حتى حكيته لفداء الشندويلي، اي موضوع ده حلو قوي، فقلت له طب تيجي نعمل ده مع بعض، قال لي يلا بينا. فبدا هو يكتب السيناريو والحوار بعد ما حكيت له الموضوع يعني كامل مكتمل يعني من اوله لاخره. فدايما كنت بحب اختار ان انا افكر في موضوع مختلف، زي مثلا لما بيتعرض عليا مواضيع، في مواضيع بعتذر عنها وفي مواضيع بقبلها. اللي بقبله بيبقى بالنسبه لي شيء مختلف شكلا وموضوعا، يعني اكون انا اصلا ما لعبتش الشخصيه دي قبل كده. فكذلك في الكتابه بحب برضو ان انا العب مع المشاهد شويه، ما بقاش الموضوع مجرد حكايه وخلاص، ما تبقاش الموضوع واضح من الاول، لازم يبقى فيه لف ودوران وكده. انا بحب حاجات مارتن سكورسيزي شويه، يعني مثلا في شاتر ايلاند مثلا شفنا مثلا ليوناردو كابري مثلا رايح لمصحه موجوده في وسط في مكان ما، ورايح يدور على مريض معين ناقص العدد، في مريض ناقص، فهو راح يحقق في القصه دي. عشنا معاه طول الفيلم على انه دكتور، واتضح ان هو اصلا مش دكتور، اتضح ان هو مجنون اصلا، تمام. فانا بحب السكك دي، وده جميل، بيبقى المشاهد حلو، المشاهد بيحس ان هو استمتع اتفرج على حاجه يعني بشكل جديد. في الوجه الاخر في نفس الكونسيبت، هو موضوع اجتماعي شائك جدا، هو لاف ستوري، في قصه حب قويه جدا جدا جدا، بس مطعمه بالمال يعني، فيها برضو لف ودوران حوالين المال يعني في الاخر يعني. بس هنشوف الموضوع ايه يعني في الاخر. لا بسيبه للمخرج، خلاص انا كتبت وسلمت الورق وسلمت القصه لفداء، وانا موافق على اللي هو كتبه طبعا. وفداء طبعا من المؤلفين التقال جدا، وخلق شخصيات اكتر ما انا كنت يعني مما كنت انا متخيل يعني. سايب انا الموضوع ده للاستاذ سميح النقاش طبعا. هو بياخد رايي ولكن هو في الاول والاخر هو الراي رايه طبعا. لا انت هتستغربي يعني، انا لما كتبت يعني فعلا يعني تحس ان البطوله مش عندي، عارفه ازاي؟ البطوله للمجموعه اللي موجوده كلها، فمفيش تحيز هنا. انا مش بكتب عشان ابروز نفسي او ابقى انا المستفيد او افصل لنفسي والكلام ده، لا، انا بكتب بمشي ورا الموضوع، الموضوع رايح فين، الموضوع يفضل انه يبقى كده ويمشي في الاتجاه ده، فما ينفعش ارجعه في اتجاه اخر عشان انا ابقى انا مستفيد يعني دراميا او حاجه. لما هنتفرج هنلاقي ده فعلا. او مين قالك ان انا هعمل شرير؟ مش هعمل شرير، لا، ما هو يعني انت اتهمتيني دلوقتي بان انا هعمل شخصيه شريره. لا، مش هعمل شخصيه شريره خالص في الوجه الاخر، بالعكس شخصية كويسة جدا يعني. شخصية، طب ما انا كنت بحرم الشخص من شرير خالص. كذلك برضو في الوجه الاخر، لا، ما عنديش انا شر في الوجه الاخر. هو فعلا خارج الموسم الرمضاني عشان هو الدراما بتاعته تستوعب ان هي ممكن تبقى 45 بمنتهى البساطة يعني، للموضوع موضوع كبير وفي ابطال كتير، فاهمة؟ ف 30 هيبقى صعب قوي.